كنتمنى لكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا قناتي مرحبا بكم، وما تنساوش تابونوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد في القناه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك. وفيديو جديد، وكيف ما شفتوا اول ظهور ليا في القناه تقريبا كامل، حيت كنت كنبين غير نص ديال وجهي، متحمسه وفي نفس الوقت ما عارفاش واش غنلو هذا الفيديو كامل او لا. ولكن المهم نقدر نلوحو، ويعني الى لحتو راكم غادي تشوفوه، وغادي يكون هذا المقطع يعني الى ما لحتوش راه هذا المقطع غنكون محيده. وكما قلت لكم اول ظهور كنحس براسي اول مره غادا نصور او لا اول مره غنلوح فيديو، داكشي علاش مخربقه واحد شويه. ولكن المهم ندوز الفيديو باش ما نطولش عليكم. وكيف ما شفتوا في العنوان البنات، غندير معكم فيديو ديال مشترياتي من شي ان. ولكن قبل غنعطيكم واحد جوج ديال لي زارتيكل خديتهم من شي كوبون، وغنعطيكم الراي ديالي فيهم. بالنسبه لهاد جوج ديال لي زارتيكل، اول ارتيكل اللي هي هاد السبرديله هادي، هانتوما البنات غنحاول نوريها لكم. هادي راه لبسها، غنخلي لكم التصويره ديالها هنايا فاش ملبوسه، وانتوما عطوني الراي ديالكم. ولكن قبل غنعطيكم انا الراي ديالي فيها وفي الكاليتي ديالها، وغنقول لكم الثمن ديالها، وكذلك نقدر نخلي لكم التصويره ديالها في الموقع باش تمشيو تقلبوا عليها الا عجباتكم. حيت هاد لي زارتيكل هادو في تشيك بوان ماشي بلوليان، ما كتلقاوش لوليان، كتمشيو غير نتوما كتشوفوا التصويره وكتمشيو تقلبوا عليها. اما لوليان ما كاينش في تشيك بوان، داكشي علاش غنخلي لكم التصويره الا عجباتكم. كذلك الثمن ديالها اللي خديتها ب 109 ديال الدراهم. ها هي السبرديله، ديجا لبستها، لبستها مره واحده. ها انتما البنات شوفوا الكاليتي ديالها كيفاش دايره. هادي راه خديتها ب 109 ديال الدراهم، وانتما كنظن غيكون باين لكم باينه الكاليتي كيفاش دايره. الصراحه الكاليتي ديالها زوينه صحيحه، يعني بالثمن ديالها راها زوينه. ها انتما سامبل في البيض، اول مره كناخذ شي سبرديله بحال هكا سامبل في البيض عفوا، وفيها غير هادي. هاد يومك هادي هي الصراحه ما عجبتنيش بزاف، وهاد الايبيتيكا هادي اللي هنايا، هاد السمايل هادي، وهاد العوينات، وهنايا مكتوبه فيها يونغ. هادي واقيلا نقدر نحيدها ولا نقدر نخليها. قولوا لي الراي ديالكم فيها، وكذلك قولوا لي واش كتستاهل 109 درهم. بالنسبه لي كتستاهل، والصراحه راه زوينه، وتقدر تكون كدير اكثر من هاد الثمن حنايا الا بغينا ناخذوها هنايا. يعني الصراحه السبرديلات ديالهم كيف ما كنت كنقرا وكيف ما كنت كنشوف، كيقولوا بان السبرديلات ديالهم زوينين بزاف والكاليتي زوينه. بابور هذا البري ديالهم راهم رخاص وزوينين بزاف، كاليتي اللي زوينه. ندوزو لحاجه اخرى اللي حتى هي خديتها من شيكون، اللي هي هذه. الصراحه كيجو اونبالين بحال هكا، حتى السبرديله كانت اونباليه بحال هكا. خديت هاد ما عرفتش شنو سميتو بالضبط، ولكن الصراحه عجبني بزاف، وحتى الكاليتي البنات الكاليتي زوينه. وهاد هاد لي سوسيان هادو اولا هاد ما عرفتش شنو سميتهم، كما قلت لكم كيجيو زوينين، و الكاليتي الكاليتي زوينه. ها انتما خديتهم في هاد الكحل هذا، الصراحه زوينين الكاليتي حتى هي راه زوينه، كيجيو ستاندر، كيجيو طي وحده، وصراحه زوينين زوينين. فيهم شويه ديال البونج هنايا ماشي بزاف، وكيجيو فيهم البيض والكحل، وهادو خديتهم ب 20 درهم. هادو هما اللي خديت صراحه من شيك بوان. انا غير واحد البنت كانت كدوز لي كوموند، وقلت لها دوزي لي معاك جوج ديال لي سارتيكل نشوف الكاليتي كيفاش دايره، والصراحه الكاليتي كتبان لي زوينه، حيت لي بري عندهم ناقصين والكاليتي مزيانه على حسب الثمن ديالهم وعلى حسب الكاليتي راه زوينه. ندوزو لحاجه اخرى، الحوايج الاخرين اللي خديتهم من شي ان. اكيد شي ان كناخذ فيها بزاف كاليتي اللي صراحة كتعجبني الكاليتي ديالهم. اول حاجه خديتها خديت هاد لاباري هادي ديال الطفار، غنوريكم كيفاش دايره، مازال ما جربتهاش، غادي نجربها ان شاء الله، وغادي ندير معكم ضروري الفيديو. حيت هادي علاش خديتها على وديت باش نبرد بها الطفار ديالي، هادو كيبردوا الطفار. وكذلك خديتها على قبل الكولا اللي كانت كتبقى ليا في الطفار ديالي فاش كندير لي فونيل، كيبقاو ليا كتبقى ليا الكولا، داكشي علاش خديت هاد لاباري هادي باش نبقى نحيدهم، باش نبقى نحيد بها هذيك الكولا. الحاجه الاخرى اللي هي واحد الشوميز،
كان لها غير حدايا، واحد شميز اللي خديتها تقريبا 76 درهم، او لا 66 درهم تقريبا بحال هكا. غنخلي لكم الثمن هنايا، ولي ليان ديال كل حاجه من شي ان غنخليها لكم في صندوق الوصف. هاد هما البنات، هاد الشميز هادي صراحه صفقات زوينه بزاف، خديتها كان فيها الصول، وغنخلي لكم حتى التصويره ديالي هنايا وانا لابساها. زوينه البنات، كانت اللي زوينه، وثمن رائع رائع صراحه، 64 درهم او لا 70 درهم تقريبا، راه زوينه. غير هي كتبين من هنايا، تقدروا تلبسوا معاها شي حاجه من الصدر، راه ما كتبينش، اليدين كيجيو بحال هكا وهما واسعين، وكتجي مفرفره من التحت كما قلت لكم. التصويره غتكون هنايا باش تشوفوها كيفاش دايره في اللبسه. وكذلك خديت جوج ديال البيجامات، حيت دابا قريب الصيف، او لا دخل تقريبا غير دخل الصيف، داكشي علاش بدينا كنتقدا الحوايج ديال الصيف من دابا. وخديت هاد البيجامه هادي دو بيس، غنوريكم لو ديالها، التريكو ديالها خطيره البنات، عرفتوا الكاليتي ديالو كيفاش دايره، زوينه رطيطه برطيطه ديال القطن، سامبل ما فيه حتى شي حاجه، كيتلبس تيجي شويه قصير. و السروال اللي كيجي بحال هكا، سروال كاروياس فيه بزاف ديال اللوينات، هاد السروال هذا فيه الكحل فيه الاحمر، اللوينات اللي بغيتو. غنخلي لكم لو ليان ديالو في صندوق الوصف، والتصويره ديالو هنايا. هانتوما البنات، السروال كيجي واسع، انا البيجامات الاكثريه كناخذ فيهم لا تي ال باش نكون مرتاحه فيهم، ومن التحت كيجي بحال هكا مشدود باندا، يعني سامبل. هانتوما نشوفو لا تاي ديال ال قداش، صراحة واسعين، ولكن بالنسبة للبنت اللي كتبغي البيجامات يكون واسعين، من الأحسن تاخد طاي كبر منها، يعني أنا كناخد سمول أو لا ميديوم، ولكن في البيجامات كناخد ديما فيها ال. ندوزو الحاجة الأخرى اللي هي واحد الحاجة اللي كندارت ضجة بالنسبة للبنات اللي كيتقداو من شي ان، كيعرفو لي سول ديالها وكلشي، غيعرفو هاد لابيس هادي علاش كندوي، حيت كندار ضجة واحد ليامات كان فيها السول اللي كانت وصلت ب 76 درهم. صراحه كيقولوا الكاليتي زوينه، لا الكاليتي زوينه على الثمن، حيت 76 درهم راه ما ثمن ما والو. هذه حتى هي ديال شي ان، اللي هي هذه البنات كيف ما تشوفوا هنايا، هاد الصابو هذا هو تقريبا تيدير 150 درهم، ولكن في السولد كان داير ب 100 عفوا، كان داير ب 76 درهم، دارو 76 درهم عرفتوا البنات، طارو بهم ديال بصح، وكاليتي ديالو زوينه. هانتوما البنات، فيه هاد لابوند هادي، ولا هادو هاد السنيسله هادي، صراحه زوينه. هادي هي اللي كتبينو، ولكن حتى انه الشكل ديالو زوين خفيف، ولكن شويه قوي صح الصراحه، ماشي شي حاجه اللي رطبه. هانتوما، ولكن الشكل ديالو زوين، الا كنتو غتاخذوا على الشكل ديالو راه زوين. الكاليتي ديالو كيبان عاديه صراحه، 150 او 160 درهم غالي، ولكن 76 راه في المتناول. الاخرى البنات اللي هي هذه، حتى هي خديتها في الصول اكيد، تقريبا خديتها ب 66 درهم، اللي هي هذه قبيه، اللي ضروري تكون عندنا البنات كلنا قبيه في الكحل، اما تكون سامبل اما تكون فيها شي حاجه. ها انتما هذه كتجي شويه قصيره، واليدين ديالها بحال هكا، الكاليتي ها انتما سخونه مقطنه، كاليتي زوينه الصراحه بهذا الثمن هذا. وفيها الكابيشون بحال هكا، ومكتوبه فيها بليف ان مي، او لا بليف ان نيو، بليف ان نيو، وصراحه كتجي زوينه. خديت لاطاي اللي خديت، وقيل لا تي ام اللي خديت، حيت ما مكتوباش فيها هنايا، لا تي ام اللي خديت وجاتني صراحه مزيانه. هانتوما البنات كتجي واسعه. ندوزو الحاجه الاخرى اللي هي حتى هي بيجامه، صراحه البيجامه هذه غصيتها، وكان فيها الصول حتى هي، قولوا لي انت كتمشي غير للصول صراحه، اي حاجه فيها الصول كناخذها. هذه كنت خديتها في الصول، وكانت صراحه ماشي المهم، الصراحه البيجامه اللي زوينه غتشوفوها وغتفهموا اشنو بغيت نوصل لكم، اللي هي هذه بيجامه اللي اي مراه مزوجه خاص تكون عندها، ولكن صراحه انا خديتها راسي ما عرفتش علاش خديتها،
ولكن عجبتني الصراحة اللي هي هادي. هانتوما البنات الفوق ديالها بحال هكا شبكة زوين كيحمق صراحة، واحد الشبكة اللي رطيبة ماشي الشبكة اللي قاصحة. وهانتوما المهم كتجي بحال هكا من اللور ومن القدام بحال هكا. هادي حتى هي خديت فيها لاطي ال حيت الفوق ديالها كان مزير، والتحت ديالها راكم كتعرفوا السراو كيجيو مزيرين في ال كيجيو عفوا واسعين في ال، ولكن ماشي مشكل. هانتوما اللون ديالها هو الغوز والبيض، صراحة زوينة بزاف رطيبة، واخا التوب ديالها شوية خشين هانتوما كيتسمع، ولكن صراحة رطيبة وزوينة بزاف اللبسة. وفي التحت ديالها بحال هكا. غادي نخلي لكم حتى هي لوليان ديالها، وغنخلي لكم التصويره ديالها، وكذلك بالنسبه للثمن ديالها تقريبا خليتها بشي 70 درهم او 80 درهم في السوق. ندوزو للحاجه اخرى. صراحه الحوايج صافي تقاداو، خديت شي حوايج اخرين اللي هما هادو الحاجه اللي مهمه بزاف بالنسبه للبنات اللي دايرين لي باك. هادو خديت فيهم ربعه، عطيتهم لصحاباتي حيت انا وثلاثه ديال صحاباتي كنا دايرين لي باك، وضروري هادو خاصهم يكونوا عند اي بنت دايره لي باك. اي بنت دايره لي باك خاص يكونوا عندها هاد هاد الشيتات هادو انتيردونتال ديال بروش ديال انتيردونتال اللي باش كتغسلوا سنانكم. ما يمكنش ما يكونوش عندكم حيت هادو كتغسلوا بهم سنانكم او لي باك من الداخل، يعني مفيدين بزاف. هانتوما هانتوما البنات هادو كيتخشاو ما بين السنان او لا ما بين الباندا والسنان، صراحه مفيدين بزاف وكينفعوا البنات اللي دايرين لي باك. هانتوما والثمن ديالهم راه تقريبا 16 درهم، يعني ما غاليينش بزاف، وفيهم خمسه ديال لي بياس. وبالنسبه للحاجه الاخرى اللي خديت اللي هي هاد الساك، هذا الساك هذا شحال وانا دايره في بالي وباغا نلقطو. اللون ديالو زوين، كاليتي ما بيهاش، الثمن ديالو تقريبا شي 54 درهم. هانتوما البنات وكيهز التليفون، يعني هانتوما راه كبير كيجي بحال هكا. غنخلي لكم التصويره ديالو باش تشوفوه كيفاش كيجي. هانتوما قيسو لكم باش تشوفوه. هانتوما صراحه كيجي زوين، كيبان زوين في اللبسه، وكذلك راه كاليتي اللي ما بيهاش حيت الثمن ديالو راه رخيص بزاف، يعني 54 درهم اولا 60 درهم، يعني راه الثمن ديالو راه زوين. وندوزو تقريبا ديال الحوايج او ثلاثه اللي بقاو. الحاجه الاخرى اللي هي هادي هاد النجيمات هادو، غادي نخلي لكم حتى التصويره ديالهم هنايا. صراحه هادو زوينين هانتوما، غنوريهم لكم. هادو بلاستيك ماشي ورق، ماشي شي حاجه اللي دغيا كتخسر، صراحه زوينين بزاف والثمن ديالهم راه رخيص بزاف، يعني هادو راه دايرين 9 ديال الدراهم. هانتوما كيفاش كيجيو زوينين بزاف، زوينين كيجيو بحال هكا، و اللصاقات ديالهم اللي بحال هكا. هنايا راه كاين اللصاق، هانتوما تشوفوا اللصاق ديال كل وحده باش كتلصقوه في الحيط، وكيبقى صراحه زوينين بزاف. هادو الثمن ديالهم كما قلت لكم 9 ديال الدراهم، رخاصين بزاف وزوينين، زوينين كيبانو زوينين في الديكور ديالو. اخر حاجه اللي قبل من اخر حاجه اللي هما هاد لي فوسيل هادو، نوريكم كيفاش دايرين. هما دايرين تقريبا 13 درهم، رخاصين بزاف و كيبانو بحال طبيعيين، غير هما ما تاخذهمش يكونوا كبارين بزاف. هانتوما ما كتجي معاهم لا كولا لا حتى شي حاجه، وكيجيو رطيبين بحال هكا. الصراحه لي فوسيل ديال شي ان الناس كلهم تيشكرهم تيقولوا انهم زوينين. هانتوما جوج كيجيو بحال هكا. ندوزو لاخر حاجه اللي هي هذه اللي كيديروا فيها الشارجر و لي كيس او بزاف ديال الحوايج، تقدروا ديروا فيها الصرف الا كانت فيها. المهم الصرف ديالكم بعيد على الشارجر ولا الكيت. صراحه هذه زوينه وكبيره، انتما البنات راه كبيره ماشي صغيره، يعني تقد تهز لكم الشارجر هنايا والكيت وشحال من حاجه. والثمن ديالها تقريبا حتى هي شي 13 درهم اولا 15. غنخلي لكم التصويره ديالها هنا، وغادي نخلي لكم ليليان ديال كل حاجه صورتها معكم او كل حاجه شفتوها في الفيديو،
وكنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنى الناس اللي مشتركينش عندي يشاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش اي جديد لحتو يوصلكم نتوما الاولين، ونتلاقاو في فيديو اخر بإذن الله.